ارتباطا بالموضوع، عبر عدد من أعضاء ورؤساء الفرق بمجلس المستشارين عن تنديدهم بلجوء إسبانيا إلى البرلمان الأوروبي ولعب ورقة الهجرة للفت الانتباه عن جوهر الخلاف مع المغرب والزجي بالمؤسسة الأوروبية في هذا الخلاف الثنائي. في هذا السياق أبرز عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس الدور المغربي الرائد في مجال محاربة الهجرة السرية. بخصوص موقف البرلمان الأوروبي من هجرة القاصرين التي أريد بهذا الحدث أن يلاحق التهمة للمغرب الذي كان رائدا ولا زال رائدا في محاربة الهجرة السرية. طبيعة الحال أنا واثق من ذكاء الإخوة في البرلمان الأوروبي، ذكاء الذي أعرفهم وسايرتهم في أفكارهم وفي درايتهم بالموضوع. البرلمان الأوروبي سوف لن يسقط في فخ المناورة التي تقوم بها إسبانيا ومن يسير في فلكها. المغرب مشهود له بالجدية، مشهود له بمقاومة الهجرة السرية، وكان رائدا فيه ولا داعي للتشويش على هذا العمل الجبار الذي شهد للمغرب بكفاءة عالية جدا. هناك مشكل ثنائي ما بين المغرب وإسبانيا، فلا داعي لدخول الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي في الموضوع ما دام الأمر يتعلق بإشكال إسبانيا والمغرب فقط. وأنا واثق أن إسبانيا ستعود إلى الصواب نظرا للأهمية التي يشهدها المغرب في حياتها وفي استقرارها وفي العلاقة التجارية التي تربط جارين شقيقين. المغرب وإسبانيا تجمعهم صداقة تاريخية عريقة، والآن وبعد هذا التشويش أظن أن إسبانيا ستعود إلى جادة الصواب، وليتأكد الجميع أن المغرب سيبقى ملتزما بما تعهد به مع البرلمان الأوروبي في محاربة الهجرة ومكافحة الإرهاب ومد يد المساعدة خدمة للإنسانية.